دلوقتي هنعمل مع بعض البسبوسه الساده بطريقه سهله جدا وناجحه، مش هتطلع ناشفه معاكي، هتطلع مظبوطه جدا. خطوات اهم من المكونات بتاعتنا، بس تعالوا نشوف محتاجين ايه عشان نعمل البسبوسه الساده وتطلع احسن من المحلات كمان. محتاج 3 كوبايات من السميد، ويفضل يكون سميد ناعم او اي سميد هينفع، بس الناعم بيديني نتيجه عاليه قوي. بعد كده نص كوبايه من السمنه، 2 كوب من الحليب، كوبايه من السكر، ربع كوبايه من جوز الهند الناعم، ربع كوبايه من عسل الجلوكوز، معلقه صغيره من الفانيليا والشربات، كوبايه ونص من السكر، 3 كوبايات من الميه، معلقه صغيره من عصير الليمون ورشه فانيليا. وهنخلي الفرن بتاعنا على درجه حراره 250 عشان لما ندخل البسبوسه يكون الشربات جاهز، نحطهم على بعض والبسبوسه سخنه والشربات كمان سخن. هنبدا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده، ناخد الشربات بتاعنا عشان انا محتاج الشربات يربط الاول. فهحط الثلاث كوبايات ميه، نصهم سكر، عليهم معلقه كبيره من عصير الليمون. ممكن هنا تحطي حبهان، تحطي قرنفل يدينا طعم او قرفه مثلا، ورشه من الفانيليا. وهسيب ده على النار يربط واديله بقى تقليبه حلوه كده عشان السكر ما يكرملش مني في الشربات. طيب ايه اللي بيبوظ الشربات مننا؟ لو انا جالي نقط سكر في الجناب هنا كده او لزقت في الحله من الجنب، ده ممكن يخلي الشربات بتاعي يسكر. لو انا جت على الشربات بتاعي بعد ما اتعمل نقطه ميه ساقعه يعني، فبتخلي لي الشربات يسكر. طب لو ده حصل اعمل ايه؟ ارجع الشربات بتاعي على النار تاني واديله شويه من الميه السخنه يعني، واديله تقليبه واسيبه وافضل اقلب فيه، وعلى نار هاديه هبص الاقي السكر اللي سكر تاني ده ساح وهيطلع الشربات بتاعي مظبوط. الشربات اهو بطريقه سهله وبسيطه وسريعه كمان. تعالوا بقى بعد كده نروح على البسبوسه وازاي تنجح معاكي، وازاي نفس المقدار عملته طلع مره حلو ونفس المقدار عملته ما طلعش معايا مظبوط. المشكله ان السميد بتاع البسبوسه لما بينزل عليه المواد السائله بتاعته سخنه قوي، ده بيخليها تشرب الماده السائله فبتنشف، فلما اجي اسويها تنشف مني. دي حاجه. تاني حاجه، لما اقعد احط السايل دافي على السميد وافضل اقلب فيه كتير قوي، ده برده من العوامل اللي بتدمر البسبوسه. نفس المقدار نجح معاكي، وهو جيت تعمليه تاني ما نجحش بسبب الحاجات دي، فلازم نخلي بالنا. تعالوا نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هعملها ان انا اخد السمنه بتاعتي واجيب كاسرولة كده على النار او منازل بالسمنه. انا محتاج السمنه تسيح واللبن يدفى ما يبقاش سخن قوي. ممكن اغليه واسيبه يبرد، وممكن ادفيه، بس اللي تحبيه اعمليه، الموضوع بسيط. ادي اللبن مع السمنه. انا طبعا الكاسرولة سخنه قوي، فانا عشان كده حطيت السمنه الاول، فهي فكت على طول بالشكل اللي قدامي ده. هاخدها على النار، اللبن يدفى بس. وادي عسل الجلوكوز، هنلاقيه في محلات اللي بتبيع مستلزمات الحلواني. هاخد العسل الجلوكوز كده او منازل بيه واقلب كده العسل. بمجرد ما هيشم النار هبص الاقي العسل خلاص بيدوب على البسبوسه بتاعتي. هفضل كده اقلب لحد ما ده يدوب خالص. بعد كده عندي السميد، ادي الفانيليا، حطيت شويه منها على الشربات وشويه على السميد. عندي جوز الهند، وجوز الهند هنا اختياري، زي ما تحبي عايزه تشيليه خالص برده ماشي. بعد كده عندي السكر، والسكر هنا هنزل بيه على اللبن والسمنه واقوم رافعهم من على النار كده خلاص. ويفضل طبعا في حياتي احنا نستخدم السكر الناعم، بيدي نتيجه افضل واحسن كتير. اهو مقلب بقى الكلام ده كده. طبعا السكر لما يبقى بارد كده واللبن سخن شويه، فده هيهدي درجه الحراره. لقيتي اللبن بيدخن او سخن قوي ما قدرتيش تحطي ايديكي جواه كده، يبقى ما تعمليش السميد البسبوسه تنشف منه. هنسيب ده يبرد 5 دقائق وبعد كده، او احنا شغالين يعني، وبعد كده هنروح على الخطوه الثانيه، وهي عايزه اعمل صينيه البسبوسه. بتطلع مظبوطه بس بتلزق فين؟ في الصينيه. حل ده ايه؟ حل ده ان انا هجيب الصينيه بتاعتي واجيب ورق زبده اهو، هاخد قطعه من ورق الزبده بالشكل ده واقوم مطبقها على 4، واقوم جاي بالسن ده كده في نص الصينيه. خلاص انا عرفت ان انا هبدا من هنا كده، واقوم جاي عند الحته دي وجايب المقص بتاعي واقوم قاصص ورقه الزبده بالشكل ده، واقوم شايل الجزء ده. وادي كده ورقه الزبده بتاعتي هنا هتبقى مظبوطه معايا على الصينيه. طب بحطها وعايز اظبط معايا ورقه الزبده هتضايقني؟ لا، هقوم جايب شويه ميه حاططهم فين؟ في الصينيه بتاعتي كده، في ارضيه الصينيه مش على ورقه الزبده، عشان لما احط ورقه الزبده كده وادوس، بصوا هتلزق فين؟ في الورق اللي موجود عندي. طيب دي كده اول خطوه. طب الخطوه الثانيه، انا مش عايز ورق الزبده نفسه يلزق في البسبوسه، وساعات بنلاقي ورق زبده نوعيته مش حلوه فبيلزق في الاكل. حل ده ان انا هجيب فرشه سيليكون، هاخد بقى الفرشه بتاعتي كده واقوم جاي على ورقه الزبده. احنا قلنا بقى ورق الزبده نوعيتها حلوه مش حلوه انا مش عارف، فهي هامن نفسي واحط سمنه او زيت او زبده واقوم دهنها
ورقه الزبده كده، ودي مسحه بسيطه او ممكن حتى اخدها من على وش الماده السائله بتاعتي، بحيث ان انا لما اجي اشيل ورقه الزبده اللي في الصينيه بتاعتي ما تعمليش مشكله. بعد كده هروح بقى على الخطوه الاخيره، دي المواد الجافه ودي المواد السائله بتاعتي. قلبنا الكلام ده، السكر داب، اديت تقليبه لده عشان جوز الهند بيشرب اللبن، فانا ايه هديله تقليبه كده وسط السميد، واقوم نازل بالكلام ده على الماده السائله بتاعتي. وهنا بقى انا محتاج اقلب مش كتير، يعني بصوا انا هعمل كده بس عشان السميد يتقلب مع اللبن والسكر، هقلب كده عشان تظبط معايا. طب لو انا قلبت الكلام ده ولقيت ان السميد شرب المواد السائله اللي فيه وبقت ناشفه قوي، يعني بصوا هننزل هنا كده اهو، هاخد بالمعلقه كده كل اللي باقي، وابتدي افرد السميد بتاعي. طب لو انا لقيت ان السميد بتاعي حطيت عليه المواد السائله سخنه وما ظبطش معايا، هعمل ايه؟ هجيب بقى شويه ميه شويه لبن واقلب السميد، لازم يكون ناعم. مثلا حصل معايا ده، هقوم جايب شويه ميه كده او لبن واقوم نازل على الخليط بتاع السميد بتاعي واقوم مقلبه. ليه انا بعمل كده؟ انا عايز بصوا القوام الناعم قوي الكريمي ده، انا عايز البسبوسه تبقى كده عشان تطلع معاكي مظبوطه. ما تجربيش وبعد ما تتجربي وتسويها تبوظ منك تقولي دي باظت، لا، خلينا نعالج الحاجه او نبقى عارفين هي هتطلع مظبوطه ولا لا. بعد كده هفرد البسبوسه بتاعتي في الصينيه. حد هيقول لي انت نسيت تحط بيكنج باودر، لا انا ما نسيتش، البسبوسه تطلع معاكي مظبوطه قوي. طب ليه بقى دلوقتي بفرد الصينيه مش وشها مش راضي يطلع يبقى مظبوط؟ عشان حاجة بسيطة جدا هنعملها، ان انا هجيب بولة احط فيها شوية مية واقوم حاطط ايدي كده في المية او بظهر المعلقة وبل ايديا كويس، وبعد كده اساوي وش الصينية. بصوا بمجرد ما هنزل بايديا كده على وش البسبوسة هبص الاقي ان الصينية بتاعتي ابتدت تتفرد كويس، ما بقتش بقى الوش الناشف ده، هتطلع معايا مظبوطة. وهقول لك ازاي دلوقتي توسطاني الكمية اللي فيها تطلع تتفرد كده تبقى في الصينية كويسة. التلتين اللبن اللي في المقدار، لو خايفه او مش عارفه تظبطيهم يعني خليها كوبايه الا ربع، وزودي ربع كوبايه من السميد على كميه السميد، هتلاقيها ظبطت معاكي عشان عارف العيارات ساعات ما بتظبطش مع الناس التلتين خصوصا يعني. خلاص انا فردت كده الوش، ما بقاش في حاجه شايف ان هي مش حلوه، بس في حتت عاليه وحتت مش عاليه وانا عايز اظبطها. وانا عامل ايه؟ برفع صينيه البسبوسه بتاعتي لفوق كده واقوم سايبها تنزل عشان تتساوى. هنزل بقى كده او اخبطها بالشكل ده. الشربات بتاعي دلوقتي قرب خلاص يقعد والبسبوسه بتاعتي جاهزه، هروح على الفرن على درجه حراره 250 لمده 15 دقيقه. نفتح كده بسم الله، هدخل الصينيه وبتحتاج درجه حراره عاليه جدا، قلنا 250 15 دقيقه، ونرجع نشوف البسبوسه ويكون الشراب بتاعنا خلاص جاهز عشان نحط الاثنين على بعض، بس بعد ما البسبوسه بتاعتنا تستوي. خلصت كده 15 دقيقه، هنطلع البسبوسه بتاعتنا وادي الشربات بتاعنا على النار. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي شكل صينية البسبوسة، وخلي بالنا صواني الألمونيا بتبقى سخنة جدا. بعد كده هجيب بقى السيرب بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد بقى السيرب وهي سخنة كده والشربات سخن، وواحدة واحدة كده بسم الله ابتدي اسقي الشربات بتاعي. أنا عايز الشربات ما يبردش أو ما يكونش بارد يعني، عشان لما بينزل على البسبوسة يفور كده بتشرب والموضوع بيكون في منتهى الجمال. هنزل بقى بالشربات واسيبها تشرب براحتها خالص، وبعد ما تبرد هقدمها بقى على الستاند عشان اعرف اطلعها من الصينيه بتاعتي. سيبنا كده البسبوسه شربت الشربات وبقت بالشكل ده، هجيب بقى الصينيتين اللي انا الصينيه اللي انا هقدم عليها، واجيب طبق يكون بحجم البسبوسه واقوم رافع دي كده واقوم قالب دي، وهقوم شايل الظهر ده واقوم حاطط الظهر التاني، او اشيل ورقه الزبده بتاعتي. وهنا بقى بصوا الزيت هيخليها تجري من على البسبوسه بتاعتي. بعد كده اقوم حاطط الظهر ده واقوم ساحبها لورا واقوم بسم الله كده اقوم قالب، وادي كده البسبوسه بتاعتي بالشكل ده، بسبوسه ساده. الموضوع في رمضان بيكون حلو قوي. ممكن بقى اجيب سكينه وابتدي اقطع البسبوسه بتاعتي قطع صغيره اهي بالشكل ده، ودي الطريقه اللي هتخلي البسبوسه معاكي تطلع طريه ما طلعتش ناشفه، شاربه الشربات بتاعتها مظبوط، وحاجه خفيفه كده على المغرب. الموضوع بعد بقى الاكل والصيام والكلام ده الواحد بيحتاج يحلي حاجه مظبوطه، وخصوصا البسبوسه مفيش يعني كل اتنين او ثلاثه هتلاقي حد بيحب البسبوسه وخصوصا الساده. عايزه بقى تحطي مكسرات مفيش اي مشكله خالص، ممكن يعني نحط في الاول واحنا بنعمل ده، يا اما هنجيب شويه من
المكسرات المجروشة كده نرشها على الجناب، وبكده خلاص عملنا البسبوسة بتاعتنا.